واحصل تيقيت الارهابي اللي ولدك. ترى خصني نصيفط لك البسيج، انت ماشي العسكر. انا ماشي ارهابي، انا رئيس جمهوريه. ترى رئيس جروب في الواتساب وبزاف على امك. اش ديك المساله درتي في السماره؟ صافي على انت الولاء ديالك لداعش، بينتي الحقيقه ديالك بانك منظمه ارهابيه. لا لا سيلا بريغاد، احنا كندافعوا على ارواحنا وشفناها شعله شعله في العالم، قلنا نزيدوا حتى احنا نشعلوها. وما لقيتو مع من تشعلوها غير مع المغرب. مش عارف الحمار ان المغرب اللي دار راسو فيكم عسكريا راه غيحيد لكم الملابس الخارجيه والداخليه وما وراء الداخليه. ايوا واللي هي ايوا، كون ما كانوش الناس كيتفرجوا كنحشموا منهم شويه غنقولها لك بالواضح، ولكن اكيد انهم فهموها. علاش ضربتوا المدنيين في السمار؟ محشوماش قتلتوا شاب مسكين يلاه كان ناوي يتزوج. ايوا لا لازمنا نوركم باننا قادين على المواجهه. اش قادين نتوما؟ ما قادين توكلوا هذوك المحتجزين اللي عندكم في هذوك المخيمات. الجزائر اللي قالت لك ضرب قرب لا ما هبطك تاكل البنان. انا ولاو عندي المتمردين هما اللي راهو بيخطوا وداروا لي هاد المصيبه. هي ما بقيتي كتحكم والو اخي الطبيعه. انا وين عمري حكمت كاع؟ انا براسي محكوم من طرف النظام نتاع الكبرانات، يقولوا لي الشاشه الررا. ايوا هاد اللعيبه اللي درتو شنو السبب ديالها؟ انا نقول لك الصراحه سي لابريك، الدعوه ما راهيش تبشر بالخير لا عندي انا لا عند الكبرانات، والشعوب راها قريبه تطور علينا. قلنا باش نسكتوهم لازمنا نقوموا بالحرب، على الاقل كاع الازمات اللي عندنا نمسحوها في الحرب. هذه راه ماشي حرب الشريف، هذا راه ارهاب. دابا العالم كامل شاهد عليكم. قول لي سي لابريك، حبيت نسولك، ادروك المروك غادي يرد علينا في هذا الضربه ياك؟ لا لا، غادي بلوكيكم في واتساب ويحيد لكم ابوني من انستغرام. والو دا السكع سير تسناها فين تجيك. اويلي فين غتجيني؟ ايوا سير قلنا لك قبيله راه كنحشموا من المشاهدين، سير الله يعاوننا يعاونك.